السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي سينيور تو، أهلا بكم وحشتوني جدا. يا رب تكونوا موفقين في الامتحانات إن شاء الله. ولاد النهاردة هنعمل ريفيجن سريع كده، الأول على المنهج كله من الأول لحد الآخر. البي دي اف اللي موجود عندك في الحلقة بيبقى في الأول أول ثلاث صفحات فيهم الرولز بتاعت المنهج كله من الاول للاخر، هنراجعها تاني مع بعض. واحنا كمان بنراجعها بنبدا نعمل تركات معينه ونفكركم بكل حاجه. بعد ما نبدا نفتكر كل حاجه عندنا مجموعه من الاسئله متنوعه على المنهج كله هنحلها برضو الاول مع بعض. بعد كده هنحل امتحان شامل ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. يبقى الاول هنراجع الرولز كلها بتاعت المنهج كله، بعد كده هنبدا نحل اسئله متنوعه على اللي احنا قلناه ده بالظبط، بعد كده هوت هنبدا نحل امتحان شامل. ده سيستم الريفيجن اللي هيكون موجود معاك، اللي هتقعد حضرتك مش هيبقى كبير، هيبقى عادي جدا في الوقت مناسب انك انت تقعد تراجع معايا كل الحاجات دي. بعد ما تخلص خالص الريفيجن ده معايا انت عندك اربع حصص اخدناهم ريفيجن، هتبدا تاخد الورق بتاعهم وتحلهم مره كمان، سواء الاسئله اللي احنا كنا حليناها في السنتر او في الاونلاين، والاسئله اللي كنا بنعملها هومورك كانت موجوده فيديوهات على اليوتيوب، فانت برضو هتقدر تراجع الفيديوهات تاني. ده اللي مطلوب منك انك تعمله، وبالتوفيق ان شاء الله هتلاقي كل الاسئله دي تاني موجوده معاك في الامتحان ان شاء الله. تعالوا اولاد، اول حاجه اول جزء هو هنا بيشرح الاول خالص في البدايه خالص دي كل الرولز بتاعت اليونت الويف. فالاول الامبليتيود، بعد كده الفريكونسي، بريودك تايم، الويف لينث، الويف فيلوسيتي. تعالى قبل ما انا اشرح الكلام ده كله هشرحه انا وانت مع بعض الاول في شكل ويف. ببدا ارسم انا اهي، لو انا مثلا عندي هو مديني كده، ده اول حاجه ده ساين كيرف بتوين هاد ديسبليسمنت وما بين التايم، وبعدين هو رسم لي رسمه، الرسمة دي مثلا اهي كده مثلا، وبدأ يحط هنا ارقام، فقال لي مثلا ديت ايكوال تو، بعدين هنا ده 0.1، دي 0.2، ده 0.3، ده 0.4، وقال لي هنا دي ام سكند، يبقى ده ملي سكند على طول. بعدين بدأ يقول لي مثلا الديستنس بتوين، الديستنس اللي اعطاها لي دي قال لي 10 سنتيمتر، وبعدين بدأ يطلب بقى مجموعة طلبات. أول حاجة طلبها عايز يحسب ها امبليتيود اوف ويف. الأول أقول لنفسي كده ها الامبليتيود اوف ويف. بص يا أولاد، أول حاجة طالبها مني قال لي أنا عايز اول حاجه عايز ها امبليتيود اوف ويف. فاول حاجه الامبليتيود هي الماكسيمم ها ديسبليسمنت اوف فايبريتنج بودي اواي فروم ريست ها بوزيشن. فانا من عند ريست بوزيشن هنا لحد الماكسيمم مديها لي ايكوال كام؟ ايكوال 2، يبقى الامبليتيود ايكوال 2. طبعا ابص هنا واشوف ايه اليونت اللي هو حطها فتطلع 2 بالسنتيمتر، يبقى دي اول حاجه. تاني حاجه كان طلبها قال لي عايز ها فريكوانسي، او ما يقول له كده ها فريكوانسي ايكوال النمبر اوف كومبليت اوسيليشن ميد باي فايبريتنج بودي ها بير سكند، النمبر اوف كومبليت اوسيليشن ميد باي فايبريتنج بودي ان 1 سكند. يبقى ال ان على تي، ان دي عدد السايكلز ديفايدد باي تايم. فانا هنا مثلا لو انا خدت سايكل واحده اهي، سايكل واحده اهي، ده نص سايكل وده نص سايكل، فانا خدت سايكل واحده، فالسايكل ان ب 1 اهي كانت التايم بتاعها كام؟ 0.2،
بس ما تنساش كاتب ام اس يعني ملي سكند، فلازم اعمل تايم ستين تو ذا باور نيجاتيف كام 3 فتطلع 500 بالهرتز. بعد كده طلب البريودك تايم برضو نفس الكلام، البريودك تايم بقول لنفسي كده اهو طالب هو ها بريودك تايم، فاقول له البريودك تايم اللي هي تي كابيتال ايكوال هي التوتال تايم، هي التايم تيكن باي فايبريتنج بودي تو ميك وان كومبليت اوسيليشن، يعني تايم ديفايدد باي ان. يبقى هنا البريودك تايم لو انا خدت مثلا الان دي بوان برضو، فالتايم اللي هي عملته لوان كومبليت اوسيليشن كان 0.2 بس تايم 10 تو ذا باور نيجاتيف كام 3 فتطلع الاجابه 0.2 تايم 10 تو ذا باور نيجاتيف 3 بالسكند. طلب مني ان هو عايز يحسب الويف لينث، الويف لينث هي التوتال ديستنس على الان على النمبر اوف سايكلز، يبقى التوتال ديستنس هنا الديستنس اللي موجوده عندي قد ايه 10 سنتيمتر، يبقى 10 سنتيمتر على الان. بقى عايز اشوف هنا فيها كام ان، دي هي زي ما انتم شايفين دي الديستنس بتوين تو سكسيسيف كريست، يبقى يدي ايه يدي ويف كامله، يبقى 10 سنتيمتر على الان بوان اهي يبقى ايكوال 10 سنتيمتر. طب لو هو عايز الويف فيلوسيتي، فالويف فيلوسيتي حاجه من الاثنين، يعمل ويف لينث تايمز البريودك تايم، يعمل الويف لينث ديفايدد باي بريودك تايم. فالويف لينث عندي بكام 10 سنتيمتر، لازم احولها متر تبقى تايم 10 تو ذا باور نيجاتيف 2 ها تايمز الفريكونسي اللي هو 500 فتطلع الاجابه 50 متر بير سكند، يبقى 50 متر بير سكند ده الويف فيلوسيتي. يبقى انا كده راجعت كل الرولز بتاعت الايه بتاعت الشابتر الاولاني اللي هو الويف، كل الحالات اللي هو بيطلبها ده كده سهل عليا قوي الموضوع. تعالوا بقى نبدا نرجع تاني للي احنا عايزين. فهو بيقول لي بقى الامبليتيود هي الايه، هي الماكسيمم ها ديسبليسمنت اوف فايبريتنج بودي فروم ريست ها بوزيشن، الفريكوانسي هي النمبر اوف كومبليت اوسيليشن على التايم بير سكند، الميجرنج يونتس اللي هي باي هرتز which is equivalent unit للسايكل بير سكند او السكند باور نيجاتيف 1. هنا زي ما انتم شايفين ده البندلم عامل عمليه فايبريشن فايبريتنج بودي، فنقول لنفسنا كده بدا من ريست ايه بوزيشن، طبعا الفيلوسيتي هنا بتبقى ماكسيمم، لما بيوصل للماكسيمم ها ديسبليسمنت بتبقى فيلوسيتي زيرو، هنا نفس الكلام فيلوسيتي زيرو، هنا طبعا بيبقى الكاينتيك انرجي ماكسيمم، هنا الكاينتيك انرجي ايكوال زيرو، هنا برضو الكاينتيك انرجي ايكوال زيرو. طيب بعد كده لو انا عايز البريودك تايم بيبقى هو التوتال تايم عن نمبر اوف كومبليت اوسيليشنز مقلوب الفريكونسي على طول، الميجرنج يونت باي ايه باي سكند. لو عايز اجيب الويف لينث بعمل ايه؟ بقول لنفسي كده الويف لينث هي التوتال ها ديستنس، التوتال ايه ديستنس divided by number of complete waves، الميجرنج يونتس باي ويف لينث بالمتر، الويف فيلوسيتي هي برودكت الويف لينث تايمز الفريكوانسي. قبل ما نبدا برضو الجزء الثاني، الجزء الثاني برضو اللي هو عايزه هنرجع برضو ايه نشتغله لوحدينا الاول، نقول لنفسنا كده بص كده افرض ان انا مثلا عندي جرافيكال ريليشن كده between الفيلوسيتي مثلا وما بين الفريكونسي او ما بين الويف لينث، ما بين الفيلوسيتي وما بين الايه الويف لينث، اقول لنفسي كده اهو
انا معايا الجرافيكال ريليشن بين الفيلوستي وما بين الويف لينث، وبعدين قال لي ده فايبريتنج سورس A وده فايبريتنج سورس B. انا اول حاجه لما بلاقي جراب بين الفيلوستي وما بين الويف لينث بكتب الماثيماتيكال ريليشن فيلوستي ايكوال ويف لينث تايمز فريكوانسي. يبقى هنا السلوب ايكوال بعمل ايه؟ بعمل واي ديفايدد باي اكس. مين اللي على الواي؟ فيلوستي في. مين اللي على الاكس؟ الويف لينث. يبقى الفيلوستي ديفايدد باي ويف لينث ايكوال ها فريكوانسي. هنا بقى بيسالني ويتش جريتست فريكوانسي، مين اللي عنده فريكوانسي اعلى، فايبريتنج سورس A ولا فايبريتنج سورس B؟ فبقول له كده ان السلوب ايكوال ها فريكوانسي، فاللي عنده سلوب اعلى يبقى عنده فريكوانسي اعلى. يبقى اقول له كده هنا سلوب A ماله ها بيجر ذان ها سلوب A B، يبقى فريكوانسي A ها بيجر ذان فريكوانسي B. طب افرض انه كان مديني دي بسيرتي ومن هنا لهنا سيرتي، وعايز الريشيو بتوين ها فريكوانسي A لفريكوانسي B. اقول له فريكوانسي A لفريكوانسي B هي سلوب A divided by slope A. طب slope A ده اللي هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن الانجل ايه كلها، انجل ايه كلها تبقى 30 plus 30، فبكتب 10 ها 60 ها على slope B اللي هي 10 30. هنا بقى 10 60 divided by 10 30 تطلع 3 to 1. يبقى ده اول ايه من الحاجات المهمة اللي احنا عايزينها. نيجي بعدها على طول، افرض ان انا قال لي كده انت عندك ها تو ويفز، التو ويفز دول ها بروباجيت ان سيم ميديوم، فكل ويف فيهم عندها ويف لينث وعندها فريكوانسي، دي ويف لينث 2 فريكوانسي 2. فاذا كان ان انا عندي التو ويفز دول بروباجيت ان سيم ميديوم يبقى فيلوستي از كونستانت على طول، فيلوستي از ها كونستانت. طب لو الفيلوستي كونستانت انت بتستفاد ايه؟ بستفاد ان wavelength 1 divided by wavelength 2 equal frequency 2 على frequency 1، يعني ال wavelength وال frequency دول مالهم inverse. طب ما ال frequency ها inverse برضو مع periodic time، يبقى التلاتة دول بقوا equals. wavelength 1 divided by wavelength 2 equal frequency 2 على frequency 1، اللي هي the same ratio between the periodic time 1 لل periodic time 2. يبقى ال wavelength inverse مع ال frequency وال wavelength directly مع ال periodic time. طب وال frequency وال wavelength، ال frequency وال periodic time دولت inverse. ده لو كانت two waves مالهم propagate in same A medium. ليه كل ده؟ عشان ال velocity مالها is constant. طب افرض ان هي ويف واحدة وحصل لها ترانسفير from medium to another، يبقى هي نفس الويف، يبقى نفس الايه؟ نفس السورس. طالما سيم ويف، طالما سيم ويف ويف واحدة، يبقى المفروض ها فريكوانسي هي اللي is ها constant. طب امال مين اللي بيحصل له تشينج؟ الفيلوستي والويف لينث بيتغيروا. طب والفيلوستي والويف لينث دايركتلي V1 divided by V2 equal wavelength 1 divided by wavelength 2، وبشتغل بيها. تعال بقى نشوف هو ايه اللي كاتبه في الجزء اللي بعده. هنا زي ما انتم شايفين، هنا بنكمل الاول الجزء ده وبعدين نبدأ في اللي بعده. هنا two waves مالهم propagate in same medium so velocity is constant. يبقى ال wavelength 1 على ال wavelength 2 frequency 2 على frequency 1، اللي هي نفسها ها periodic time، periodic time 1 على periodic time 2. ال wavelength inversely مع ال frequency وال frequency inversely مع ال periodic time. طب لو ويف واحده حصل لها بروباجيت فروم وان ميديوم تو انذر، يبقى فريكوانسي هي اللي كونستانت، ويبقى الفيلوستي ويتش از دايركتلي مع الويف لينث. تعال بقى الحاله الثانيه، ان احنا عايزين نبدا نتكلم عن مين بقى؟
عن الابسوليت ريفراكتيف اندكس والريلاتيف ريفراكتيف اندكس وايه الديفرنس ما بين الاثنين دولت، وبعدين نقول سنيلز لو. طب تعالى تعالى نشرحها برضو بالراحه، نقول لنفسنا كده ولاد لو كان اللايت جاي الترانسفير بين تو ترانسبيرنت ميديوم فويل بي ريفراكت، فلو كانت الفيرست ميديوم اير والسكند ووتر يبقى ساعتها بكتب ان ووتر. ان ووتر دي اسمها ابسوليوت ريفراكتيف اندكس، يبقى الابسوليوت لازم الفيرست ميديوم يكون اير، والفيرست ميديوم ده لو كان اير يبقى السبيد بتاعته از جريتر ذان السبيد اوف لايت ان اني اذر ميديوم، يعني سي ديفايدد باي في ووتر، ودي لازم تطلع greater than 1. تملي الابسوليت ريفراكتيف اندكس greater than 1 عشان هو the ratio between the velocity of light in air to velocity of light in any other medium. طيب وطالما ال c اكبر من ال v يبقى ال phi اكبر من الثيتا، يبقى ال phi اكبر من الثيتا لان ال c على v اللي هي greater than 1 هتساوي ايه؟ تساوي sin phi divided by sin theta اللي هي ويف لينث اللايت في الاير على ويف لينث اللايت في الووتر. طيب فالفاي لازم تبقى بيجر ذان سيتا، فبالتالي اللايت ويل بي ريفراكت في كل حالات من الاير لاني اذر ميديوم ويل بي ريفراكت نير تو ذا نورمال لاين. ده كان حاله الابسوليت. طب ايه الفرق بينها وبين حاله الريلاتيف؟ الريلاتيف لا، لازم اللايت يكون جاي من ميديوم تو انذر مفهومش اير، فسمي الفيرست 1 ده وده 2، فانا حاجه من الاثنين، ممكن ده عنده فيلوستي في 1 وده عنده فيلوستي في 2، ده عنده ريفراكتيف اندكس ان 1 ده عنده ريفراكتيف اندكس ان 2، ده عنده ويف لينث 1 ده عنده ويف لينث 2. طيب ده لو كانت اللايت عمل انسيدنت، ده الانسيدنت لايت راي وده النورمال لاين ودي الفاي دي الانجل اوف انسيدنس. هنا لو في واحد اكبر من في 2 يبقى فاي اكبر من سيتا، يبقى يحصل له ريفراكت ايه؟ نير تو ذا نورمال لاين. يبقى لو انا افترضت مثلا هنا بقى لما باجي اكتب الريلاتيف بكتبه ازاي؟ بقول ان منين لفين؟ من واحد لاثنين. ليه؟ لان اللايت جاي من الفيرست للسكند، فاكتب الريلاتيف ريفراكتيف اندكس بين تو ميديوم فيرست وسكند ايكوال في واحد على في اتنين، فلو في واحد اكبر من في اتنين يبقى فاي بيجر ذان ثيتا، بيجر ذان ثيتا. طب بيساوي ايه تاني؟ بيساوي الويف لينث 1 على الويف لينث 2 عشان الفيلوستي والويف لينث دايركتلي، بيساوي ايه كمان؟ ان 2 على ان 1 عشان الريفراكتيف اندكس والفيلوستي انفرس. يبقى ده الريلاتيف ريفراكتيف اندكس. طيب احنا هنا بقى كتبنا ايه المهمين قوي اهو، نمسح دول برضه عشان ما نضايقش نفسنا. عندنا بقى اهو كده اهو، ده 1 وده 2، اللايت جاي من واحد لاثنين دي فاي دي ثيتا، فانا لو قلت لنفسي كده ان من 1 ل 2 بيساوي ايه؟ ان 2 على ان 1 اللي هي عبارة عن ساين فاي ديفايدد باي ايه؟ ساين ثيتا. بعمل كروس ملتيبليكيشن فبيطلع لي ايه بقى؟ بيطلع لي ان ان واحد ساين فاي بيساوي ان اتنين ساين ثيتا، اهو ان 1 ساين فاي ايكوال ان 2 ساين ثيتا، وده بنقول عليه سنيلز لو. يبقى ان 1 ده الابسوليت ريفراكتيف اندكس اوف فيرست ميديوم تايم الساين انجل اوف انسيدنس ان فيرست ميديوم ايكوال الابسوليت ريفراكتيف اندكس فور سكند ميديوم تايم الساين الانجل اوف ايه؟ ريفراكشن ان سكند ميديوم. ده تاني حاجه. تعالى نرجع نشوف احنا ايه اللي كنا مكملينه. لو اللايت جاي من تنسر، تنسر يعني عنده دنسيتي اعلى يعني عنده ريفراكتيف اندكس اعلى، تو ليس دنسر يعني عنده دنسيتي اقل يعني عنده ريفراكتيف اندكس اقل.
يعني ان واحد اكبر من ان اتنين يبقى في واحد اصغر من في اتنين، يبقى فاي اصغر من سيتا، يبقى will be refract away from normal line. يبقى ان واحد اكبر من ان اتنين، ودي انفرس مع الفيلوستي وانفرس مع الويفلنس، واللايت يحصل له ريفراكت اواي فروم نورمال لاين. نكمل بعد كده. عندنا توماس يونج اكسبيرمنت اللايت انترفيرنس. عندنا رول مهم جدا، هرجع برضو معلش اشرحها بسرعه كده سريع، خليكم معايا عشان تفضلوا فاكرين كل اللي احنا كنا بنقوله. الاول انا بجيب سورس اوف لايت، السورس اوف لايت ده بيكون ها مونوكروماتيك لايت اهو. المونوكروماتيك لايت بنفضله انه يكون ريد، عشان كده انا رسمته باللون الاحمر. الريد ده بعد كده بيبقى قدامي عندي ها سكرينه فيها دبل ها سليت، بيبدا يحصل بروباجيشن لللايت كده، ويبدا يكون اللايت انترفيرنس، يبدا يحصل انترفيرنس. بستقبل الانترفيرنس ده على الاوبزرفيشن سكرين، بقول لنفسي هنا الديستنس بين تو سليتس اللي هي دي سمول، الديستنس بين سكرين ويتش هاف دبل سليتس وما بين الاوبزرفيشن سكرين بقول عليها ار. بعد كده ده الاوبزرفيشن سكرين بستقبل عليه اللايت انترفيرنس. لايت انترفيرنس في السنترال تبقى سنترال برايت على طول، زيرو برايت زيرو برايت ملهاش ترتيب. اول واحده دي الفيرست دارك، وتحت برضو في فيرست دارك تانية، بعد كده ده السكند برايت، ده السكند برايت. الباث ديفرنس بالنسبة للسنترال بزيرو، الباث ديفرنس بالنسبة للفيرست دارك هاف ويف لانث، الباث ديفرنس بالنسبة للفيرست برايت ويف لانث، وهكذا. فأنا كنت بقول لنفسي كده دلتا واي بيساوي ويف لانث ار على دي. تملي ما بحبش اكتبها كده، كنت فاكرين بحب اكتبها كده، دلتا واي تايمز دي يساوي الويف لينث ار، عشان لو عايز دلتا واي اودي الدي بالديفايدد، لو عايز الويف لينث اودي الار بالديفايدد. طيب الدلتا واي هي الديستنس بين تو سيميلر دارك او تو سيميلر برايت، ده الدلتا واي. يعني الدلتا واي هي الديستنس بين تو سكسيسيف رينجز هاف ذا سيم تايب، يا الاثنين برايت يا الاثنين دارك. مسألة 100% في الامتحان، حضرتك كل اللي هتطلعه تطلع الار بكام، الديستنس بين الدبل هاسلتس بكام، دلتا واي بكام، وفي الغالب يكون طالب الويف لانث او بيطلب الدلتا واي، يبقى مديك الويف لانث. واذا اعطاك الويف لانث بيديها لك يا بالانجستروم يا بالنانو ميتر، حضرتك لازم تحولهم للميتر. تحويل الانجستروم للميتر بنعمل تايم 10 تو ذا باور نيجاتيف 10، تحويل النانوميتر لميتر بنعمل تايم 10 تو ذا باور نيجاتيف 9. مساله 100% في الامتحان. عندنا هنا الدلتا واي which is مالها دايركتلي، دايركتلي مع مين؟ مع الويف لينث، ودي اهم حاجه. يعني لو انا مثلا عندي ريد وعندي فايلت، يبقى الدلتا واي بتاعت الريد اكبر من الدلتا واي بتاعت الفايلت. دلتا واي دايركتلي مع الار، الدلتا واي which is inverse مع الديستنس بين التو هاسلتس، يبقى الدلتا واي انفرس معاه. طيب ده كده كان توماس يونج اكسبيرمنت. تعالى نشوف بقى هو كان مكتوب ايه، ونرجع بالراحة نكمل الشغل بتاعنا اهو. هو بيقول لي كده توماس يونج اكسبيرمنت الدلتا واي ويف لينث ار على دي. مين الدلتا واي؟ هي الديستنس بين تو سيميلر فرينجز، اتنين برايت او اتنين دارك. مين الويف لينث؟ هي الويف لينث اوف مونوكروماتيك لايت. الار ديستنس بين تو سليتس انت الاوبزرفيشن سكرين، الدي هي الديستنس بين التو سليتس. الويف لينث 1 على الويف لينث 2 دايركتلي مع دلتا واي 1 على دلتا واي 2. الدلتا واي بنسميها واتس، واتس اوف انترفيرنس اوف لايت انترفيرنس كده. دي كانت الصفحه الاولانيه.
الصفحة الأولانية كده خلصت، نبدأ ناخد الصفحة الثانية. الصفحة الثانية في شرط حدوث الكونستراكتيف انترفيرنس. كلمة كونستراكتيف انترفيرنس أولاد يعني ده البرايت فرينج. البرايت فرينج الباس ديفرنس ليها ام ويفلانس. الام دي انتجر نمبر يعني كام؟ يعني زيرو ويفلانس، تو ويفلانس، وهكذا عدد صحيح من الويفز. هالحالة التانية ديستراكتيف انترفيرنس يعني دارك. كلمة ديستراكتيف انترفيرنس بتمثل الفرينج اللي هي الدارك. الباث ديفرنس بين التو لايت ويفز ام بلس هاف ويف لينث، يعني هاف ويف لينث، 1 اند هاف ويف لينث، 2 اند هاف ويف لينث، يعني يا نص ويف يا واحد ونص يا اتنين ونص وهكذا. بعد كده شرط حدوث اللايت ديفراكشن. واللايت ديفراكشن عشان يبقى كلير بالنسبه لي لازم الويف لينث اوف مونوكروماتيك لايت يبقى بيجر ذان اور ايكوال السايز اوف سلات. الدايمنشنز بتاعت السلات تكون اصغر من الويف لينث اوف مونوكروماتيك لايت، يبقى انا ده عشان احصل على كلير ديفراكشن. بعد كده تعال نشوف موضوع الكريتيكال انجل. تعال نرجع هنا نشرح شوية ونرجع لها. بصوا بقى كريتيكال انجل، كلمة كريتيكال انجل دي لازم اللايت كان فاكرين يبقى جاي منين؟ جاي من الدنسر، تو ايه؟ تو ليس دنس، يعني من دنستي اعلى لدنستي اقل. فطالما من دنستي اعلى لدنستي اقل يبقى فيلوستي اقل لفيلوستي اعلى، يبقى فاي هنا اصغر من سيتا تحت. طيب فانا مثلا افترضت اهو ان انا عندي مثلا ده ان 1 اهي، خلينا اقول التنسر هنا ان 1 ب 1.5 والان لس خليني اقول ان هي ار ب 1 مثلا. طيب يبقى في الحاله دي وانا عندي هنا فاي دي، قال لي فاي دي 45، عايز يعرف ايه اللي هيحصل لللايت لو جاي من تنسر تو ليس. خلينا نقول ان هي 40، معلش خلينا نقول في 40 الاول. طيب الاول اقول له ما اقدرش احدد ايه اللي هيحصل لللايت الا لما اقارن فاي اللي عندي اللي هي الانجل اوف انسيدنس باي كريتيكال انجل. طب بجيب ازاي قيمه الكريتيكال انجل؟ بقول لنفسي كده ساين فاي كريتيكال ان ليس على ان تنسر. فهنا الـ N less 1 والـ N denser 1.5، اعمل لها شيفت ساين واطلع الفاي كريتيكال بكام، فتطلع معايا الفاي كريتيكال هنا 41.8 ديجري. حلو. طيب ال 40 دي اصغر ولا اكبر؟ اصغر من ال 41، يبقى الفاي هنا سمولر ذان الفاي كريتيكال. لو الفاي اصغر من الفاي كريتيكال اللايت يقدر يتنقل من الدنسر للليس ويعمل ريفراكت اواي فروم نورمال لاين باي انجل سيتا، واقدر اجيب السيتا دي باي يوزنج سنيلز لو ان 1 ساين فاي ايكوال ان 2 ساين سيتا واطلعها. طيب افرض بقى ان كانت الفاي دي قد الكريتيكال انجل بالظبط، قدها بالظبط اهي 41.8. حلو، فقدها بالظبط، ايه اللي يحصل؟ اقول له ان اللايت يحصل له ريفراكت بس ها جريزنج راي. يعني ايه جريزنج راي؟ يعني على السيبريتنج، يعني يعمل سيتا ايكوال كام؟ سيتا ايكوال 90 ديجريز. طب سيتا ايكوال 90 ديجريز دي اسمها ايه؟ اسمها ماكسيمم انجل ها اوف ايه؟ اوف ريفراكشن. ساعتها الانجل اوف انسيدنس اللي موجوده في الدنسر تبقى هي دي فاي كريتيكال، تبقى هي دي فاي ايه؟ فاي كريتيكال. ليه؟ عشان الانجل اوف انسيدنس الكورسبوندينج انجل ان ليس دنس ايكوال 90 ديجريز. لو الكورسبوندينج انجل ان ليس دنسر قيمتها ب 90 يبقى دي كريتيكال انجل ويبقى دي ماكسيمم انجل اوف ايه؟ ريفراكشن. طيب افرض بقى ان هو قال لي كده على نفس الكلام اللي احنا كنا كاتبينه اهو ان 1 ب 1.5 ان 2 ب 1 اير مثلا، وده كده ها
بنقول ان دي ايه فاي قيمتها 45. قيمتها كام؟ 45. فهقارن الفاي بالفاي كريتيكال. الفاي كريتيكال احنا كنا حاسبينها من شويه كانت طالعه 41.8 لما جبنا الان لسه الان دنسر وعملنا شيفت صايب فطلعت 41.8. فالفاي بقى المره دي مالها بيجر ذان فاي كريتيكال. فاللايت ما يقدرش يتنقل من الدنسر للليس. امال يحصل له ايه يا مستر؟ يحصل له توتال انترنال ها ريفليكشن بانجل 45. يبقى لو كانت الفاي بيجر ذان فاي كريتيكال يبقى اللايت ويل بي ريفليكت بانجل 45. طيب كل ده جميل. تعال بقى نرجع ليه اللي احنا كنا شغالين فيه. هنا بقى اولاد نقول لنفسنا كده ايه اللي احنا اشتغلناه؟ ده كريتيكال انجل. ساين فاي كريتيكال هو عاملها 1 على ان يعني فور 1 ميديوم. هي ان ليس على ان دنسر. فلو الان ليس اير يبقى الان بواحد على ان دنسر اللي عندك. ده اهو دي الفاي كريتيكال. سمينا دي فاي كريتيكال ليه؟ عشان الكورسبوندينج انجل ان ليس دنس قيمتها بكام؟ ب 90 ديجريز. طيب امتى يعمل توتال انترنال؟ يعمل توتال انترنال لو كان اللايت ترانسفير فروم دنسر ميديوم تو ليس دنسر ميديوم اند ذا انجل اوف انسيدنس اللي هي الفاي. دي الانجل اوف انسيدنس اللي هي الفاي بيجر ذان الكريتيكال انجل فاللايت يحصل له توتال انترنال. طب لو اللايت فورس نورمالي يبقى الانجل اوف انسيدنس بكام؟ بزيرو. واللايت في الحالة دي بيعمل ايه؟ باس للسكند ميديوم وزود اني هاد ديفيشن يعني بدون ما ينحرف يعني كده. فليه برضو ايه نقول الحتة دي اهو لو اللايت عمل انسيدنت على النورمال لاين كده يبقى فاي قيمتها كام؟ زيرو. يوم اللايت يكمل زي ما هو وزود اني تشينج اوف ديفيشن يعني سيتا بكام؟ بزيرو. حلو ده جزء مهم. تعال بقى نبدأ ناخد ايه؟ ناخد حالات الديفيجن اوف لايت نشرحها برضو الاول وبعدين نرجع لقوانينها قوانين البريزم كلها نرجع لها. تعال ايه نشرحها الاول. بص انا هنا معلش اسف. بص اولاد انا ببدأ الاول بيديني كده ده ها البريزم يقول لي مثلا دي انجل ايه؟ يبقى دي الانجل بريزم ها ده الانسيدنت لايت راي. ده الانسيدنت لايت راي بانجل اوف انسيدنس قيمتها كام؟ قيمتها 5.1. اللايت ويل بي ريفراكت بثيتا 1 وثيتا 1 هنا جاي من ليس دنسر لدنسر فيحصل له ريفراكت نير تو ذا نورمال لاين. طيب بعد كده يعمل انسيدنس على الاذر سايد اوف بريزم باي انجل اوف انسيدنس 5.2. بعد كده يحصل له ريفراكت بس اواي فروم نورمال لاين عشان ده من دنسر لليس بسيتا 2. فانا اقول اللايت كان ماشي في الاتجاه ده خرج في الاتجاه ده يبقى حصل له ديفيشن. قيمه الديفيشن اعمل اكستنشن للانسيدنت لايت راي والاميرجنت لايت راي فيديني الديفيشن انجل اللي هي 1000. عندي بقى قوانين الديفيشن سهل ان بتساوي ساين فاي 1 على ساين سيتا 1. دي اللي هي بريزم رولز ساين فاي 1 على ساين سيتا 1 من الامين السايد ده اللي بره على اللي جوه يبقى من اللي هناك نفس الكلام اللي بره على اللي جوه يبقى ساين مين على مين؟ ساين سيتا 2 ديفايدد باي ساين فاي 2. طيب الابكس انجل. الابكس انجل دي مجموع الاثنين اللي جوه اللي هما سيتا 1 بلس فاي 2. طب الديفيجن دي بتساوي اللي بره فاي 1 بلس سيتا 2 ماينس الاي. طيب ايه اللي بيكعبلني في حل الاسئله دي؟ اهي هراجعها معاك مره كمان اهو. بيقول لي كده ان انا مثلا لو قال لي مثلا اهو ان اللايت ده عمل انسيدنس مثلا في وضع بيربنديكولار اهو كده يبقى بكتب على طول طالما فوق في وضع نورمال لاين يبقى فاي 1 ايكوال ثيتا 1 ايكوال 0. لو اللايت سقط بيربنديكولار على البريزم يبقى فاي 1 بيساوي ثيتا 1 بيساوي 0 والابكس يساوي ايه؟ فاي 2. ماشي يا اولاد؟ طيب افرض ان هو قال لي كده ان اللايت
emerge normally from other side. لو خرج normal يبقى سيتا 2 تساوي فاي 2 تساوي 0 وساعتها الابكس انجل بسيتا 1. يبقى دي لو هو اللايت خرج normal. خرج normal to the other side يبقى بكتب سيتا 2 تساوي فاي 2 تساوي 0 والA بتساوي سيتا 1. طيب افرض ان هو خرج قال لي ان هو خرج تانجنت تو ذا بريزم. اهو خرج تانجنت للبريزم كان اللايت خرج كده. اقول له ساعتها سيتا 2 ب 90 وفاي 2 فاي كريتيكال فاي كريتيكال خلاص. طبعا اقدر بقى اجيب الريفراكتيف اندكس او اجيب الفاي 2 ان هو على ساين فاي كريتيكال. ده اهم ثلاث حاجات. لو اللايت انسيدنت او فولس ها بيربنديكولار يبقى فولس بيربنديكولار بكتب دول. اللايت ايمرج ها بيربنديكولار او ايمرج نورمال بكتب دول. لو اللايت ايمرج تانجنت بكتب دول. مهمين جدا. مجرد ما بتكتب الكلام ده السؤال اتحل لوحده خلاص بدون وجع دماغ. تعال نشوف هو بقى كاتب ايه. بصوا كده احنا اشتغلنا كل ده. تعال نطلع على الديفيجن. الديفيجن هو رسمها لي اهو. دي الابكس انجل. قال لي الابكس انجل اللي هي الانجل اوف بريزم. الريفراكتيف انجل اوف بريزم هي نفس المعنى برضو بتساوي مجموع الاثنين اللي جوه اللي هو سيتا 1 بلس فاي 2 والديفيجن انجل بتساوي فاي 1 بلس سيتا 2 ماينس الاي. الريفراكتيف اندكس ساين فاي 1 على سيتا 1 ساين فاي 1 على ساين سيتا 1 او ساين سيتا 2 على ساين فاي 2. لو اللايت فولس ماله نورمال او بيربنديكولار يبقى فاي 1 بيساوي سيتا 1 يساوي 0 وفاي 2 بتساوي الابكس. طيب بعد كده تعالى نشوف الحالة بتاعت المينيموم هاد ديفيشن كشرح برضو سريع. الاول بصوا كده المينيموم ديفيشن يبقى لازم فاي 1 ايكوال سيتا 2. طب ولو فاي 1 ايكوال سيتا 2 بنسميها ايه؟ تسميها فاي. فاي دي بتساوي ايه؟ تساوي الفا نوت بلس ايه ديفايدد باي 2. مين الفا نوت دي؟ دي المينيموم انجل اوف ديفيشن. مينيمم انجل اوف ايه ديفيشن. اقول ساعتها ان البريزم ات بوزيشن مينيمم ديفيشن. طب الريفراكتيف اندكس بتاعته بتساوي ايه لحظه ما يبقى عند بوزيشن مينيمم ديفيشن؟ ساين الفا نوت بلس الاي ديفايدد 2 على ساين اي اوفر 2 على ساين اي ديفايدد باي 2. ده لو كان حاله ها مينيمم ديفيشن. حلو جدا. طب ايه الجرافس بتاعته اللي بتيجي في الامتحان؟ هي دي اول جراف اهي ما بين مين ومين؟ ما بين ثيتا 1 وما بين فاي 2. يعمل انترسكشن كده مع الواي والاكس في قيمه ايه؟ في قيمه الانجل بريزم اهو. طب البوينت دي لو الاثنين دول ايكوال يبقى البوينت دي بتمثل مينيمم ديفيشن. فانا خلاص قوانين اهي قدامي هما دول. اطلع الابكس انجل بكام؟ طالما طلعتها اقدر اطبق في القوانين دي. طب ايه كمان؟ عندي جراف تاني مهم جدا اهو ما بين مين؟ ما بين الديفيجن انجل وما بين الفاي. يبقى عامل بالشكل ده. باخد اخر نقطة بس واقول له دي فاي 1 بتساوي سيتا 2 هي دي الفاي اللي احنا عايزينها ودي الالفا نوت المينيموم انجل اوف ديفيشن. فطالما معايا الفا نود ومعايا فاي اقدر اجيب الابكس وطالما معايا الابكس والفا نود اقدر اجيب الريفراكتيف اندكس بسهوله جدا. تعالى نرجع برضو نشوف ايه اللي احنا كنا شغالين عليه. ده حاله المينيموم ديفيشن اهو ادي فاي 1 سيتا 2 عم يعمل انترسكشن مع الواي والاكس في قيمه الابكس انجل. البوينت دي عندها فاي 1 بتساوي سيتا 2 فنقول عليها مينيمم ديفيشن. الانجل اوف انسيدنس لازم تساوي الايمرجنس انجل فنساويهم بفاي. الريفراكتيف اندكس ساين الفا نوت بلس اي على 2 على ساين اي اوفر 2. الديفيشن انجل اللي هي الفا بتساوي 2 فاي ماينس اي اللي هي القانون اللي انا بكتبه هو هو. بص
دي هي دي فاي بتساوي الفا نوت بلس اي ديفايدد باي 2. لو عملت كروس مالتيبليكيشن هيديك الرول ده. افرض البريزم محطوط انسايد ليكويد، كل اللي بنعمله بنشيل الان دي عشان دي ريفراكتيف اندكس فور اير، بخليها ريلاتيف. ريلاتيف من مين لمين؟ من ليكويد تو جلاس، اللي هي بتساوي ان جلاس على ان ليكويد، تساوي ساين الفا نود بلس اي ديفايدد 2 ها على ساين اي اوفر 2. هي هي. يبقى بستبدل بس الابسوليت ريفراكتيف اندكس فور جلاس لريلاتيف ان جلاس لان ليكويد. ده كده الصفحة التانية. ناخد اللي بعدها. الصفحة التالتة بيتكلم عن ثان بريزم، وده اسهل حاجة خالص. ليه؟ لان ده مرتبط ان الابكس انجل تبقى لازم للزان اور ايكوال 10 ديجري. لو الابكس انجل بتساوي للزان اور ايكوال 10 يبقى دي حالة ثان بريزم. طيب الديفيجن انجل ساعتها الفا بتساوي الاي في الان ماينس 1. طيب دول جرافز بتاعته اهي. هنا برضو لو الثيم بريز موجود انسايد ليكويد فبكتبها ديفيشن تساوي الايه ان بقى ها من ليكويد تو ايه ها جلاس ماينس 1. يعني اقدر اكتبها كده ايه ها ان مين على مين؟ ان جي على ان ال ماينس 1. دي الحالات اللي عندي، ده جراف بتوين الديفيشن انجل وما بين الايه. فبقول لنفسي كده الفا بتساوي ايه ان ماينس 1، بشطب الالفا والاي يبقى السلوب ايكوال ان ماينس 1. لو راسم جرافيكال ريليشن بتوين الديفيجن انجل وما بين الريفراكتيف اندكس يعمل انترسكشن مع الواي والاكس، يعمل انترسكشن مع الواي في قيمه الانجل بريز، يعمل انترسكشن مع الاكس في قيمه 1. لو ما بين الان وما بين الالفا السلوب 1 على ايه، ويعمل انترسكشن مع الواي في قيمه 1. بعد كده الحاله الاخيره حاله مهمه جدا، بيقول لي ان الوايت لايت ليه بيعمل ديسبيرس تو 7 سبيكترم كلر. بقول له الوايت لايت كونسيست اوف 7 سبيكترم كلرز، اتش كلر هاف 1 ويف لينث، الويف لينث which is inversely have proportional to refractive index. So each color have deviation angle. يبقى هو بيعمل dispersion، يتشتت لسبع الوان عشان الوايت لايت بيتكون من سبع spectrum colors. كل color عنده ويف لينث واحدة، والويف لينث inverse مع ال n. يبقى كل color عنده deviation angle. طيب فلو انا عايز بقى هنا خلاص اهو حصل تشتت لي اهو، بصوا كده حصل تشتت للوايت لايت اهو، ده الوايت لايت حصل له التشتت اهو اهو، من اول مين لمين؟ من اول الريد لحد الايه الفايلوت. حلو. فده الفرق، دي الالوان. فانا هنا عندي ده البلو، ففي هنا انجل فرق بين الريد وبين البلو، اقول عليها ايه؟ اقول عليها انجلر هاد ديسبرشن. يبقى هي ذا ديفرنس بتوين الديفيجن للبلو ماينس الديفيجن للريد، اللي هي بتساوي الابكس في الان بي ماينس الان ار. طيب هل بقى لو انا استبدلت البريزم ده باي انذر، بس الانذر دي ديفرنت ماتيريال، البريزم ديفرنت ماتيريال، فاكيد الباور ده هيتغير، الباور بتاع الايه التشتت. يبقى هنا ديسبيرسيف باور ديبند اون الايه الكايند اوف ماتيريال. الباور ده عباره عن ايه؟ عباره عن الانجلر ديسبيرشن على الديفيشن انجل اوف يلو. اليلو ده هو متوسط الريد والبلو مع بعض، هو اليلو اللي في النص هو افريج ليهم. يبقى ايه؟ ان بي ماينس ان ار على ايه؟ ان واي ماينس 1. بكنسل الايه مع الايه، يبقى الباور نوت ديبند اون ايه، انما بيساوي ان بي ماينس ان ار على ان واي ماينس ان 1. ان واي عمره ما هيديها لي عشان هي الافريج ما بين البلو والريد. فطيب الريد كلر اللي هو الاولاني، الريد كلر الاولاني ماله؟ عنده لارجست ويف لينث، فيبقى smallest refractive index، يبقى smallest deviation angle. مين عكسه؟ الفايلوت كلر،
عنده smallest wavelengths, عنده largest refractive index, عنده largest deviation angle. تعال بقى اخر حاجة الرولز بتاعت اخر جزء. بص كده اخر جزئية عندنا الرولز بتاعتها. عندي حاجة اسمها الفوليوم هاف فلو ريت. قلنا قبل كده ان الفوليوم فلو ريت ده اسهل حاجة تقدر تتخيل منها. لو انا عندي حنفية كده اهي، والحنفية دي بتنزل مية، فانا المية اللي نازلة منها لها بتتحرك، فلها ده الفلو. عايز اشوف الفوليوم فلو ريت يعني حجم المية اللي نازل ده. فلو انا حتى جبت تانك كده ومليته، شفت فوليوم التانك قد ايه واتملى في تايم قد ايه، اخد الفوليوم ديفايدد باي تايم هيديني الفوليوم فلو ريت بتاع الحنفيه دي. طب افرض انا مثلا معيش حاجه احط فيها الميه واجمعها واشوف الفوليوم واشوفها اتجمعت في تايم قد ايه، اخد الاريا بتاعت الايه الكروس سيكشن اريا بتاعت الحنفيه نفسها والفيلوسيتي اللي بيتحرك بيها الووتر، يبقى الاريا تايمز الفي يدي برضو الفوليوم فلو ريت. يبقى الفوليوم فلو ريت تقدر اجيبه بطريقتين، ياخد الفوليوم بتاعت الووتر اللي انا جمعتها على التايم، جمعته في تايم قد ايه، او ان انا اخد الكروس سيكشن اريا بتاعت التيوب في الفيلوسيتي بتاعت الفلو. ده الاثنين يدوني الفوليوم فلو ريت. طيب الميجرنج يونتس ليها اهي الفوليوم بالكيوبيك متر والتايم بالسكند، يبقى كيوبيك متر بير سكند. طب لو عايز احسب الماس فلو ريت هيبقى نفس الكلام، يجمع الليكويد واشوف الماس بتاعته واتجمعت في تايم قد ايه فاعمل الماس ديفايدد باي تايم، يا اما اشوف الكروس سكشن اريا بتاعت التيوب والفيلوسيتي اوف فلو قد ايه والليكويد اللي عندي الدنسيتي بتاعته كام، يبقى اقول الماس فلو ريت يا اما الماس ديفايدد باي تايم او الدنسيتي ها تايمز الاريا تايمز الفيلوسيتي. الميجرنج يونت الماس بالكيلو جرام والتايم بالسكند، يبقى كيلو جرام بير سكند. طيب لو انا حبيت اجيب الريشيو بتوين الماس فلوريت والفوليوم فلوريت الاقي كيو ام على كيو في يدي ليكويد دنستي. طب لو اعطاني ان اي تيوب فيها حالة ستيدي فلو يبقى الكيو ام والكيو في اللي هو الماس فلوريت والفوليوم فلوريت دول كونستانت ما بيتغيروش. فانا مثلا عندي اول حاجة حالات الكونتينيوتي ايكويشن. الكونتينيوتي ايكويشن بتقول كده بقى، تعال نقول كده انا لو عندي تيوب، التيوب دي ديفايدد انتو، لا خلينا ناخد الحالة الاولانية خالص، انا هرسمها كده سهلة. اقول لنفسي مثلا هو كأن انا عندي دي تيوب اهي لها ديفرنت كروس سيكشن اريا اهي، فدي الاريا الاولانيه ده الوايد برانش بتاعها، الفلو هنا بتاع الفيلوسيتي اوف فلو في واحد، هنا دي النارو النارو برانش الاريا بتاعته ايه 2، الفلو بتاعه في 2. هنا بطبق كونتينيوتي ايكويشن بيقول ان الاريا which is inversely مع الفيلوسيتي، يعني اريا 1 في 1 يساوي اريا 2 في 2. طب لو التيوب دي ديفايدد انتو ان برانشز كلهم هاف ذا سيم اريا، يعني دي ما بقاش عندها اوتبوت واحد، عندها اكتر من برانش بس كلهم هاف ذا سيم اريا، بزود اريا 1 في 1 بدل ما اكتب 1 و2 و3 و4 لا بكتب عددهم ان في اريا 2 في 2 كلهم سيم. طب لو التيوب ديفايدد انتو ان برانش ديفرنت اريا يبقى باخد الانبوت الاول واسويها بالاوتبوت اللي بره، يبقى اريا 1 في 1 يساوي اريا 2 في 2 بلس اريا 3 في 3. طب لو انا عندي هنا ده فيلوسيتي و 1 اوفر اريا يبقى خلاص ريليشن دايركت، لان الفيلوسيتي والاريا اهو فيلوسيتي واريا يبقى ريليشن انفرس. ممكن اشيل الاريا دي واحط ايه راديوس سكوير، ممكن اشيلها واحط ايه دايمتر سكوير. ليه؟ عشان الاريا باي ار سكوير، فانا اقدر اشيل اريا احط راديوس سكوير دايمتر سكوير. طب لو كانت فيلوسيتي 1 على اريا تبقى دايركتلي، ممكن اشيل 1 على اريا واكتب 1 على ار سكوير او 1 على دايمتر سكوير.
فتبقى ريليشن دايركت والسلوب ايكوال كيو في. ده الحاله اللي ايه اللي عندنا. طبعا لما هيبدا عندنا بعض الحالات كده، دي كانت الايه الرولز اللي موجوده عندنا كلها. تعالى بقى نبدا في الحل. يلا بينا نبدا في الحل. بصوا يا اولاد، كمان عندنا الكوفيشنت اوف هافسكوستي. عارفين ان احنا الكوفيشنت اوف فيسكوستي هي عباره عن دي برضو مساله تيجي كده تعويض مباشر. هادي التانجنشال فورس، دي اللي هي بتبقى اكتنج على الليكويد لير. ده الكروس سكشن اريا بتاعت الليكويد لير، دي الاريا بتاعت الليكويد لير، دي لازم تبقى بالمتر سكوير. ده الفيلوسيتي اللي بيتحرك بيها الليكويد لير، تبقى بالمتر بير سكند. ده السيكنس اوف ليكويد اللي هي دي سمول، السيكنس اوف ليكويد لازم تبقى بالمتر. واقدر اطلع ساعتها الكوفيشنت اوف فيسكوستي. الكوفيشنت اوف فيسكوستي نوت ديبند اون فورس ولا دي ولا اريا ولا في، انما هي ديبند اون التايب اوف ماتيريال وعلى التمبريتشر. باي انكريزنج التمبريتشر بيحصل ديكريز للكوفيشنت اوف فيسكوستي. الميجرنج يونتس ليها نيوتن بير متر سكوير دوت سكند، او كيلو جرام دوت متر بار نيجاتيف 1 دوت سكند بار نيجاتيف ايه 1. عندي هنا لو انا الدرايفر موف ات لو سبيد او ميديوم سبيد، يبقى الاير ريزيستنس دايركتلي مع الفيلوسيتي اوف كار. لو ات هاي سبيد، لو هاي سبيد يبقى الاير ريزيستنس which is directly proportional to square of velocity. بنعمل لوبريكيشن للماشين باي يوزنج اويل عشان هاي فيسكوس هاف سترونج ادهيسيف فورس، قوه التصاق كبيره، انما الووتر كانت يوز لو فيسكوس ولو ادهيسيف فورس. سيدمنتيشن ريت تيست، معدل الترسيب، الراديوس بتاعت الار بي سي بتبقى دايركتلي مع السيدمنتيشن ريت تيست. يعني لو الراديوس زاد يبقى حالة روماتيك فيفر، لو الراديوس قل يبقى حالة انيميا. خلاص الراديوس والفوليوم بيقلوا فيزودوا السيدمنتيشن ريت تيست. تعال نشوف بقى المجموعه من الاسئله اللي قلنا المتنوعه الاول، بعد كده نحل امتحان كامل. هنا بيقول لي كده ان اللايت راي فروم ميديوم 1 اتس ابسوليت ريفراكتيف اندكس، يبقى الان 1 ان 1 بكام 1.3، لميديوم 2 اللي هو ان 2 1.5. اقول لنفسي قبل ما اعمل اي حاجه ريفراكتيف اندكس هنا اقل من هنا، يبقى ده التنسر وده الايه الليس. طب لو الان هنا اكبر من هنا، لان هنا اصغر، ان 1 اصغر من ان 2، يبقى في 1 اكبر من في 2. في 1 اكبر من في 2، يبقى في 1 دي هتبقى عندها فيلوسيتي اعلى وفي 2 عندها فيلوسيتي اقل، يبقى الفيلوسيتي هيحصل لها ايه؟ هتقل. طيب الويف لينث دايركتلي معاها، فلو الفيلوسيتي قلت الويف لينث بتقل معاها، يبقى ديكريز ديكريز. هنا بعد كده ده الرسمه دي، هو من رسم لي الرسمه ديت، فبيقول لي ده ريليشن بتوين ديسبليسمنت اوف ميديوم بارتكل ديورينج سيرتن ميديوم اند ذا كفر ديستانس باي ويف ديورينج ذا سيم تايم اكس. ماشي، بيقول لي ويتش اوف ذا فولوينج تشويسز ريبريزنت ويف امبليتيود. الامبليتيود من اول 0 كي، طب ما عنديش، افرض اعطاني الديستانس ما بين الكي والال، يبقى دي ديستانس بتوين تو اكستريم بوينتس، دي دبل الامبليتيود. لو قال لي هنا الويف امبليتيود اقول له هاف الديستانس كي ال، يبقى دي اجابه صحيحه. هاف بس في هاف ديستانس كي ال وفي هاف ديستانس كي ال، فانا هشوف الايه مين فيهم اللي صح. عايز الويف لينث، الويف لينث اقول له ان ام دي هاف سايكل، يبقى دبل الان ام، يبقى دبل الديستانس ان ام ام، يبقى الاجابه بي. الكي ال دبل الامبليتيود،
الكي ال دبل الامبليتيود، يبقى هاف الكي ال امبليتيود بس، الويف لينث دبل الان ام، يبقى كده اجابه مظبوطه. تعال نشوف السؤال الثاني، بيقول لي الجراف ده بيمثل ويف موشن ديسبيسمنت وتايم. حلو، عايز ايه هو؟ عايز بيقول لي الهوريزونتال ديستانس اكس، ادي الديستانس اكس ما بين A و B، ما بين A و B بتمثل قد ايه من الويف لينث؟ اقول له ايه؟ من كريست لكريست ده يدي ويف لينث، اهو ده يدي ويف لينث، بعدين من كريست لتراف ده يدي نص، يبقى كلها على بعض قد ايه؟ 1.5، 1.5 يعني 3/2 ويف لينث. هنا مديني في يونج اكسبيرمنت انترفيرنس مونوكروماتيك لايت الويف لينث بتاعته كذا، يبقى خليني اكتب بقى بالراحه، ادي الويف لينث الاولانيه 6000 بيل انجستروم. الاوبزرفيشن سكرين ات ديستانس ار فروم توب السلات، يبقى انا عندي هنا الار زي ما هي ار خلاص، and the distance between two successive bright rings delta y1، يبقى delta y1 ده كل ده اول حالة. بعد كده قال لي another monochromatic light الويف لينث بتاعته ده ويف لينث 2 بكام؟ 4000 angstrom. حلو، and the distance between the double slits والobservation screen is doubled، يعني بدل R بقت كام R؟ بقت 2R. عايز ايه بقى؟ عايز delta y2 equal، وعملت delta y2، عايز delta y1 على delta y2. اقول له اصلا delta y times d بيساوي wavelength R، فانت الدي ثابته خلاص في الحالتين، هنا في الحالتين نفس الدي، دي ودي ما تغيروش، اللي اتغير دلتا واي ويف لينث وار، يبقى دلتا واي 1 على دلتا واي 2 يساوي ايه بقى؟ يساوي ويف لينث 1 ار 1 على ويف لينث 2 ار 2. ويف لينث 1 دي بكام؟ ويف لينث 1 دي ب 6000 في ار، والثانيه 4000 في 2 ار، فتدي دي 6 على 8، يبقى 6 على 8 يعني 4 على 6 على 8 يبقى 3 على 4. ليه؟ بقت 6000 ار و 8000 ار، 6000 ار على 8000 ار، فتدي 3 على 4. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا ده الميديم اكس الريفراكتيف اندكس بتاعته ان 1.5 والثانيه واي 1.33، يبقى ده دنسر وده لس. طب واللايت جاي من الدنسر لللس، فبيقول لي كام ري هيعمل بنتريت يعني يوصل للايه؟ يوصل لميديم واي. فانا اقول له كده لازم احدد الكريتيكال انجل الاول، ساين فاي كريتيكال بتساوي ان لس على ان ايه؟ على ان دنسر، فاخد ال 1.33 على 1.5 اهي واعمل لها شيفت ساين، فتطلع ان الفاي كريتيكال 62. حلو، يبقى الفاي كريتيكال 62. طب اول واحده الفاي بتاعتها بكام؟ ب 15 اللي هو ري 5، اهو الانجل ما بين الانسيدنت لايت ري والنورمال 15، ف 15 دي اصغر ولا اكبر؟ اصغر، فري 5 ويل بي ريفراكت، يبقى ده هيحصل له بنتريت. طب وري 4 ب 30 يبقى ويل بي ريفراكت. طب وري 3 ب 45، كل دول اصغر من الكريتيكال يبقى هيحصل له ايه؟ بنتريت. ها وري 2 ب 60 يبقى ويل بنتريت، انما ري 1 دي ب 75 دي لا هيحصل لها توتال انترنال، دي الوحيده اللي مش هتقدر تخترق وايه؟ وتروح لميديوم واي. يبقى كم ميديوم هيعدي؟ كم ري هيعدي؟ 4، يبقى 4 ريز. هنا مديني 2 ثين بريزمز ميد اوف سيم ماتيريال، طالما قال لي سيم ماتيريال احط عليها كده مربع، اقول له انت عايز الريشيو ما بين الباور، طالما سيم ماتيريال يبقى سيم باور.
هنا بقى light ray falls angle 45 on one side of triangular prism its apex angle ب 30 و emerge normally. يبقى تعالى ايه؟ تعالى من غير حتى مرسمة، بص انا هكتب بس الجيفن falls with angle كذا، يبقى فاي واحد بكام؟ 45. حلو. طيب الابكس بكام؟ ب 30. قال لي امرج نورمالي، ها امرج نورمالي المستر قال لي بقى ايه؟ فاي 2 ماله؟ ثيتا 2 ايكوال 0. والابكس بكام؟ الابكس يبقى ثيتا 1 اللي هي كام؟ اللي هي 30. اصبح انا فاي 1 معايا، ثيتا 1 معايا، ايه اللي هو عايزه؟ عايز الديفيجن انجل. عايز الديفيجن انجل، اقول له ديفيجن انجل، ديفيجن انجل بيساوي فاي 1 بلس ثيتا 2 ماينس ايه؟ فاي 1 بكام؟ 45. ثيتا 2 بكام؟ 0. ماينس الايه؟ 30. فتطلع 15 ديجري. يبقى الاجابه 15 ديجري. هنا ده بيديني ويف الفريكونسي ب 100 بروباجيت ان اير. حلو. ويز فيلوستي كذا، عايز الويف لينث، اقول له الويف لينث velocity divided by frequency. يبقى velocity ب 320، ها frequency ب 100، فتطلع 3.2. 3.2 دي بالمتر، هو مش مدهالي بس مديني 3.2 times 10 power 10 بالانجستروم. اقول له يبقى دي الاجابه المظبوطه. هنا بقى بص بنحل دي ازاي. liquid flow with velocity v through uniform tube. يبقى التيوب دي واحد، التيوب دي واحد، ده diameter is x، يبقى ال velocity ب v وال diameter ب x. طيب has a small aperture، يبقى ال small aperture 2، ال small 2. ها رجع قال لي الدايمتر بتاع السمول ابريتشر ايكوال اكس ديفايدد باي 4، الدايمتر 2 باكس على 4. ايه المطلوب؟ مطلوب الفيلوستي في 2. يبقى انا هطبق بقى ها كونتينيوتي ايكويشن، بس هكتبها بدل ما اكتب اريا 1 في 1 هكتب دايمتر 1 سكوير فيلوستي 1 يساوي دايمتر 2 سكوير فيلوستي 2. دايمتر 1 ده اللي هو بكام؟ باكس، يبقى اكس سكوير. ها في 1 اللي هو في ايكوال، هنا دايمتر 2 اكس باور 2 على 4 باور 2 في في 2. اكس سكوير تروح مع اكس سكوير، 4 سكوير تتضرب في الفي يبقى في 2 يساوي 16 في. يبقى الاجابه 16 في. السؤال اللي بعده بيقول لي كده ان انا عندي 4 identical metallic poles كلهم في حالة free fall from the same height each pole had toward separated jar. طيب هو كل جار ده من دول عنده contains different liquid. حلو. الجاب ميتاليك بول وبدأ يسقطها في الميتاليك بول اول ما توصل للبوتوم اوف ذا جار، خدت قد ايه؟ طيب اول واحدة خدت 0.2 والتانية 0.3 والتالتة 0.6 والرابعة خدت 1 سكند. يبقى مين اللي خدت اكبر تايم؟ الاخيرة اللي هي الرابعة. يبقى دي اكبر واحدة عندها ريزيستنس تو فلو، ريزيستنس تو فلو. كل ما ليه قاومتها اكبر عشان يحصل لها فلو، بدليل ان خدت اكبر وقت طول الريزيستنس تو فلو. ده هو هو الايه؟ ها ده هو الفيسكوستي. يبقى مين اللي عنده هاير فيسكوستي؟ اللي عنده اكبر تايم. يبقى فور. السؤال اللي بعده بيقول لي لايت ويف حصل لها بروباجيت ويز فيلوستي 2 تايمز 10 باور 8 متر بير سكند وريفراكتيف اندكس 1.5. لو اللايت ده ترافل ترانسفير تو انذر ميديوم اتس ريفراكتيف اندكس 1.2، عايز يحسب الفيلوستي، اقول له ان 1 على ان 2
انفرس مع الفيلوستي، يعني يساوي في 2 على في 1. فانا ده الفيلوستي الاولاني اهي، او ايه ان 1 اهي ب 1.5، ان 2 1.2 ايكوال فيلوستي 2 المطلوبه، فيلوستي 1 2 تايمز 10 باور 8 كروس مالتيبليكيشن واطلع في 2 تبقى 3 على 1.2 تطلع 2.5 تايمز 10 باور 8. السؤال اللي بعده مديني ثان بريزم، قال لي الابكس انجل بتاعته ب 10، ابسوليت ريفراكتيف اندكس للبلو والريد معاك، عايز الافريج ديفيشن. الافريج ديفيشن الفا ايه؟ الفا واي. الفا واي بتساوي ايه؟ ان واي ماينس 1. الابكس ب 10، ان واي دي بجيبها ازاي؟ باخد الان بلو بلس الان ريد 1.53 بلس 1.51 ديفايدد باي ايه؟ باي 2 ماينس 1. فدي تدي 1.52 يعني 10 تايمز 0.52 فتطلع 5.2 ديجري، يبقى الاجابه 5.2 ديجري. هنا بيقول لي الديستانس بتوين فيرست كومبريشن، بدا بكومبريشن وايت ريفاكشن، اقول له يبقى الان بيساوي 8 ماينس 1 يطلع 7. هنا بقى بدأ بأول الويف وآخر الويف، يبقى لازم أزود هاف، يبقى الان ب 7.5. طيب قال لي ان الديستنس الدي جيفن 75 سنتيمتر، عايز ايه؟ عايز الويف لانث. اقول له الويف لانث الدي على الان، الديستنس بكام؟ 75. طب عدد الاوسيليشنز كام؟ 7.5 فتطلع 10 سنتيمتر. هل في 10 سنتيمتر هنا؟ اه في 10 سنتيمتر هنا. ده الديستنس بتوين فيرست كومبريشن وفورث كومبريشن. هنا بقى الاثنين سيم، فبعمل ايه؟ بعمل ماينس بس الان 4 ماينس 1 فتطلع 3 اوسيليشنز. طيب خدوا تايم قد ايه دول؟ التايم انترفل بتاعهم 0.2 سكند. عايز ايه؟ عايز هاف فريكوانسي. اقول له ان على تي، ان بكام؟ ب 3 والتايم كام؟ 0.2 يبقى 15 هرتز. 15 هرتز. هنا ده اكتر من ري، بصوا كده عشان هي مش باينه شويه. دي بيقول لي 22، اقول له يبقى دي 68. حلو، وده ليكويد وده اير. بيقول لي دي 49. ماشي، الاول بيقول لي كده ذا فاليو اوف انجل ثيتا، اقول له خلاص دي 68 اكبر من الكريتيكال انجل اهي، لان الكريتيكال انجل اهي دي اللي عامله كريتيكال انجل اهي اهي، فدي اللي عملت جريزنج راي، دي اكبر منها فهيحصل لها توتال انترنال ريفليكشن، يبقى 68 يبقى 68. عايز الابسوليت ريفراكتيف اندكس اوف ليكويد، اقول له هنا دي 41 مش 49، 41. اقول له هنا دي الفاي كريتيكال اهي ب 41. طيب يبقى الان 1 على ساين فاي كريتيكال، يبقى 1 على ساين 41، يبقى الان بتساوي 1 على ساين 41. بص اللي بعدها، لايت ري ده عمل فولس على ميرور ايه، بحس ان هو باريل لمين؟ لبي، يعني دي كمان 45 الترنيت اهو. حلو، اللايت ده ارسم نورمال كده، يبقى الفاي واحد بكام؟ 45. طيب لو فاي واحد ب 45 يحصل له ايه؟ يحصل له ريفلكت بثيتا 1 45. حلو، يسقط بعد كده على ميرور بي في وضع بيربنديكولار، يبقى فاي 2 بزيرو، يبقى هيحصل له ريفلكت بسيتا 2 اون اتسلف. طب تعال نشوف هو عايز ايه. بيقول لي اللايت ري هيحصل له ريفلكت من ميرور اي اند فولس اون ميرور بي باي انجل كام؟ اقول له زيرو. لما يسقط على بي يسقط بانجل زيرو.
هنا بيقول الابكس انجل، عايز الابكس انجل، اقول له دي 45 دي سيتا، هنا دي سيتا 2 فاي 2 بزيرو، سيتا 2 يساوي فاي 2 ايكوال زيرو عشان خرج بيربنديكولار، يبقى الاي بتساوي سيتا 1 اللي هي سيتا يعني. طيب اللايت جاي من less denser لdenser، فبيحصل له refract near to the normal line، يعني سيتا smaller than ال 45. يبقى انا اقدر اكتب ايه بقى؟ بدل ما اكتب سيتا اكتب مين مكانها؟ اكتب الاي، ما الاي هي سيتا، يبقى الاي smaller than 45، يبقى الابيكس less than 45. بص السؤال ده بقى، ده مونوكروماتيك لايت الويف لينث بتاعته 6000 بالانجستروم فولس اون دبل سليت، لو الديستانس بتوين التو سليتس از 0.001 متر. يبقى احنا تعالى نكتب الاول الويف لينث اهي 6000 بالانجستروم، احولها على طول تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 10 بقت كام؟ 6 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 7 بالمتر، ده الويف لينث. قال لي الديستانس بتوين التو سليتس يعني دي سمول بكام؟ 0.001 متر، اند ذا ديستانس بتوين السليتس والاوبزرفيشن سكرين ده الار 500 بالسنتيمتر يعني 5 متر، اند ذا ديستانس بتوين الفورث برايت فرينك والفيفس، يبقى دول اتنين سكسيسيف، يبقى دول دلتا واي، يبقى هو عايز دلتا واي على طول، انا دلتا واي في دي بيساوي في لينس ار، انا عايز الدلتا واي بس، يبقى هودي الدي بالديفايد، اخد الويف لينس اللي هي 6 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 7 في الار اللي هي 5، ها على الدي اللي هي كام؟ 0.001، فتطلع الإجابة دي 30 في 10 to the power negative 4 يعني 3 times 10 to the power negative 3. طب تمام 3 times 10 to the power negative 3 دي بالإيه؟ بالمتر. طب هو هنا بقى مديني إيه الإجابات؟ مديني دي أهي شايفينها أهي، ما دي 3 times 10 to the power negative 3 بالمتر، هي دي أول واحدة. السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده مديني الجراف اللي هو ما بين الديفيشن وما بين الفاي، انا قلت دي تبقى هي ايه؟ فاي 1 تساوي سيتا 2 تساوي فاي، طب ودي المينيمم انجل اوف ديفيشن، عايز ايه هو الاول؟ عايز الابكس، انا عندي قانون بيقول كده ان الفاي بيساوي الفا نوت بلس الاي ديفايدد باي 2، فالفاي ب 45 equal alpha not ب 30 plus ال a divided by 2، بعمل cross multiplication هطلع ان قيمة ال a ب 60، يبقى ال a ب 60، عايز refractive index اقول له ال n بيساوي sin alpha not اللي هي 30 plus ال a اللي هي 60 divided 2 على sin 60 divided by 2، فتطلع دي تطلع ساين 45 على ساين 30 فتطلع 1 على روت 2 تدي روت 2، يبقى الإجابة روت 2. بصوا هنا بيقول لي when the frequency of wave motion in certain دي certain medium، in certain medium يعني في medium واحد، لو هي قلت اقول له لو هي بتقل في certain medium يبقى الفريكونسي انفرس مع الويف لينث، يبقى الفريكونسي لما يقل يبقى its wavelengths increases. ناخد السؤال بعده، بيقول لي لو الكروس سكشن اريا اوف ذا تيوب انكريزز تو دبل، بس قال حاله ستيدي فلو، طالما حاله ستيدي فلو يبقى على طول ريمينز كونستانت، يفضل الكيو ام الفوليوم فلو ريت كونستانت. هنا in high speed of car ال air resistance due to its high viscosity
مالها directly have proportional to square of speed of car. هنا برضو بيقول لي is a denser optical has substance in the opposite figure. مين هنا التنسر؟ التنسر هو ده جراف ما بين مين ومين؟ ما بين الفيلوستي وما بين الماتيريال. فده اقل فيلوستي يبقى ده اعلى ريفراكتيف اندكس، يبقى هو ده التنسر. الان انفرس معاه يبقى هنا ها سبستانس ليه ايه؟ طيب هنا برضو ده بيقول لي الجراف ده بيمثل الريليشن بتوين الفيلوستي اوف لايت ان سيفيرال ميديا and the absolute refractive index for each of them is inversely the velocity inverse مع ال n. بعد كده عندنا هنا ده الجراف ده مديني ان ال refractive index بتاعته ب 1.5 او ايه اللي هحسب اول حاجة لان طالما ب 1.5 احسب الكريتيكال انجل ساين 5 كريتيكال 1 على الان يعني 1 على 1.5 اعمل شيفت ساين فتطلع 5 كريتيكال 41.8. بعد كده عايز اعمل تريس للباث فانا هنا عندي الاول فاي واحد ده بيربنديكولار يبقى فاي واحد يساوي سيتا واحد ايكوال زيرو والله هيكمل في ستريت ايه لاين يعمل انسيدنت على الهايبوتنس دي 30 تبقى دي 60 تبقى دي 30 فالفاي 2 ب 30 مالها اصغر من الكريتيكال انجل يبقى اللايت يقدر يتنقل من التنسر للليس ويعمل ريفراكت اواي فروم نورمال لاين بانجل سيتا 2 اقدر اجيبها بسهوله جدا اقول له الان بتساوي ساين سيتا 2 على ساين فاي 2 اللي بره على اللي جوه ال n ب 1.5 equal sin theta 2 اللي انا عايزها sin phi 2 sin 30 cross multiplication يبقى sin theta 2 بيساوي 0.75 اعمل shift sin تطلع theta 2 48.5 او 0.6 ف 48 approximate. السؤال ده هنا بيقول لي ان اللايت راي فولز فروم ميديوم اي اون سيبريتنج سيرفيس وذ ميديوم بي بانجل كام 45 يبقى هنا ده ما بين الانسيدنت لاين راي والسيبريتنج 45 يبقى الفاي فاي 1 اعمل 90 ماينس الرقم ده فتطلع 45 بالصدفه ماشي بعدين هيحصل لها ديفييت فروم اتس اوريجينال باث باي 45 يعني هي كانت مكمله كده فهتنحرف 45 فتبقى عامله سيتا ب 90 سيتا بكام ب 90 يبقى الفاي اللي عندي دي فاي ايه فاي كريتيكال فاي اللي عندي دي فاي كريتيكال هي اللي ب 45 عايز ايه هو بقى عايز الريلاتيف ريفراكتيف اندكس بتوين تو ميديم تمام ممكن بدل ما نعمل فاي كريتيكال وكده نعملها اسهل نخلي دي سنيلز لو عادي فنقول ان ايه ساين فاي 1 اللي هي ساين 45 يساوي ان بي ساين سيتا اللي هي ساين 90 حلو هو عايز بقى مين بقى عايز ان من B ل A اقول له بتساوي N A على N B طب N A على N B يساوي ايه على ايه sin 90 sin 90 على sin 45 فتطلع root 2 تطلع الاجابة root 2 اللي بعده بيقول لي tangential force acting on plate of layer of liquid هنا دي هيحصل لها to the ground of hole لو الفورس دي doubled ايه اللي يحصل للفيسكوستي كوفيشنت او الفيسكوستي كوفيشنت depend on kind of material and the temperature only يبقى doesn't it change هنا في double slit experiment
خدنا ويف لينث بكام؟ اهي دي ويف لينث 6328 بالانجستروم، اعملها تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 10 عشان تبقى بالمتر. الديستانس بتوين الدبل سلات والاوبزرفيشن سكرين اللي هي الار ب 85 سنتيمتر يعني 0.85 متر. قال لي الديستانس بتوين السنترز اوف سنترال فرينج اند فورث فرينج، فورث برايت فرينج يعني ما بين السنترال برايت وما بين الفورس يعني 4 دلتا واي. دلتا واي اقول ان هي عباره عن الفورس والسنترال، دي 0 برايت دي فورث برايت، يبقى 4 ماينس 0 يعني ده 4 دلتا واي. بكام ال 4 دلتا واي دي؟ 1.8 ملي متر. يبقى الدلتا واي الواحده ب 0.45 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 3 بالمتر. يعني انا خدت ده ديفايدد ال 4 اعطاني 0.45 بالمليمتر، حولتها متر. عايز يبقى هو الديستانس بتوين تو سلتس. طب المستر قال لنا كده دلتا واي في دي بيساوي ويف لينث في ار، يبقى دي ايكوال، خلي دول زي ما هم اهو 6328 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 10 في 0.85 ديفايدد باي ايه؟ دلتا واي اللي هي كام بقى؟ 0.45 في 10 to the power negative 3 بالمتر، وطلع بقى الديستنس دي تطلع بالكام. السؤال اللي بعده زي ما قلت السؤال ده بيجي زي ما هو كده، ده الاريا اهي الاريا 240 ده سنتيمتر سكوير اللي هي 240 تايمز 10 to the power negative 4 بالمتر سكوير with velocity كام؟ 0.4. يبقى الفيلوستي دي 0.4 متر بير سكند. بعد كده انظر ستاتيك بليت ده السكنس دي سمول، دي سمول بكام؟ 5 ملي متر يعني 5 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 3 بالمتر. قال لي بقى لو الفيسكوستي كوفيشنت اوف ذا ليكويد، اهي الكوفيشنت فيسكوستي 2.1، عايز يحسب ايه؟ عايز الفورس. كنت انا بقول لنفسي كده اف في دي equal coefficient في area V، فلو انا عايز الفرصة ادي الدي الناحية التانية بالديفايدد يبقى F بتساوي هال coefficient 2.1 الاريا 240 times 10 to the power negative 4 في ال velocity 0.4 divided by D اللي هي 5 times 10 to the power negative كام؟ 3. اطلع تطلع 4 نيوتن. هنا بيقول لي الووتر فلو ستيدي في التيوب راديوس كذا بفيلوستي كذا، تايم ريكوايرد تو فيل كيوبيك تانك سايد لينس بتاعته، يبقى الراديوس ده الراديوس 3.5 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 2 عشان يبقى بالمتر، والفيلوستي 3 متر بير سكند. حلو، هنا دي هجيب منها الاريا ماشي. قال لي بقى ايه؟ عايز يحسب التايم عشان اقدر املى التانك ده، فانا عندي حاجه من الاثنين، يا الاريا تايمز الفيلوستي بيساوي الفوليوم ديفايدد باي تايم. فانت لو عايز تجيب التايم يبقى التايم بيساوي الفوليوم زي ما هو على الاريا تايمز الفيلوستي في الفوليوم بتاع التانك، هو مديك السايد لينس بتاعته، فتقوم انت ايه تحوله من سنتيمتر لمتر يبقى 2.26 تعمل لها اول باور 3. طب والاريا باي في الراديوس اللي انت حولته اهو 3.5 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 2 اول باور 2 تايمز الفيلوستي، الفيلوستي ب 3 تطلع 1000 سكند. بعد كده عندنا في الشكل اللي قدامنا ده ايكوالاتريال يعني ده 60، ده هيحصله ريفراكت كده دي ب 60 ريفراكتيف اندكس ب 1.5 يبقى ان تساوي ساين فاي 1 على ساين ثيتا 1، ان دي ب 1.5 ساين فاي 1 دي اللي هي ساين 60 على ساين ثيتا 1
كروس ملتبليكيشن تطلع ساين ثيتا 1 تطلع ثيتا 1 دي هجيب بقى ساين ثيتا 1 هتبقى هي ساين 60 على 1.5 فاقدر اطلع القيمه دي اعتقد هتطلع 35 ودي 60 تبقى دي مجموعها 25 بعد كده ابدا اجيب فاي 2 ثيتا 2 اسف معاك فاي 2 اهي فبرضه نفس الكلام الان نرسمها كبيره شويه عشان تفهموها بصوا كده دي اهي كده دي ب 60 دي فاي 1 وانت معاك ان فانت الان اصلا بتساوي ساين فاي 1 على ساين ثيتا 1 ان معاك 1.5 فاي 1 معاك 60 تقدر تجيب ثيتا 1 دي فلما هتجيب ثيتا 1 دي هتطلع 35 طب دي ب 60 ما دي مجموع الاثنين اللي جوه يبقى دي 25 طب بقت دي فاي 2 طب ما انت عندك الرول برضو ان بيساوي ساين ثيتا 2 على ساين فاي 2 دي ب 1.5 ودي ب 25 فدي هتطلع معاك 41 طب انت دي يحصل له ريفلكت كده ب 41 طب لو دي 41 تبقى دي كام عشان دي كلها 90 تبقى دي 49 طيب دي بقت 49 هنا بقى دي عاملة كام 49 ده كام ده 60 تبقى دي ايه لا دي هو دي مدهالي 60 دي مدهالي 60 و 49 تبقى 109 تبقى 109 تبقى دي كام 70 109 من 180 تطلع 71 طب لو دي 71 تبقى دي كام تبقى دي 19 يبقى يحصل له ريفلكت 19 يا طبعا في رقم مش مظبوط ماشي طب دي 39 دي 51 فتبقى دي بالحسابات انت هتحسبها المهم فهمت الطريقه بتاعتها هتمشي ازاي لما تيجي يسقط هنا انت معاك ده وده فتقدر تجيب دي ومنها تجيب بقى من 90 تجيب دي فهنا دي ميرور فهيحصل له التوتال انترنال بنفس القيمه عندنا بعد كده في الشكل اللي قدامي ده هو مديني ده ليكويد ايه اهو ده ليكويد ايه ليكويد ايه موجود في بتوين التو بليتس دول وبعدين كان متاثر بفورس 100 وبيتحرك بفيلوسيتي 0.82 يبقى ده ليكويد ايه الفورس بتاعته ب 100 والفيلوسيتي 0.2 طب وبعدين لما استبدلته بليكويد مين ليكويد بي كانت الفورس 50 والفيلوسيتي 0.4 عايز ايه هو عايز الكوفيشنت A وB فانا اقول له كده الكوفيشنت فيسكوسيتي الكوفيشنت تايمز اريا تايمز V يساوي F في D فانت الدي ثابته لان هو نفس الديستنس والاريا ثابته يبقى انت عندك الكوفيشنت هنا هتساوي الاف على الفي يعني الكوفيشنت دايركتلي مع الفورس انفرس مع الفيلوسيتي في اللحظه دي فلو انت عايز كوفيشنت ايه على كوفيشنت بي يدي فورس ايه على فورس بي تايمز فيلوسيتي بي على فيلوسيتي ايه يبقى ايكوال ها فورس ايه بكام فورس ايه ب 100 فورس بي 50 طب فيلوسيتي بي velocity B 0.4 طب velocity A 0.2 فدي تدي 40 على 10 يعني 4 ل 1 تطلع الاجابه 4 ل 1 اللي بعد كده في يونج اكسبيرمنت لو انا استخدمت ويف لينث از يوزد تو برودوس كام سكسيسيف برايت فرينج 9
واعطاني الديستانس 1.5 سنتيمتر. عايز النمبر اوف برايت فرينج لو انا خليته في نفس الويف لينث، بس بقى ايه استخدمت ويف لينث اكبر. فانا بقول له كده ان الويف لينث دايركت مع دلتا واي، فالويف لينث حصل له انكريز قد ايه؟ انكريز من 1.5، انكريز 1.5، يبقى الدلتا واي هتزيد 1.5، يبقى هاخد التسعة على 1.5 اهو، هاخد بقى الان اللي انا عايزها، التسعة على 1.5 فادي 6. اللي بعده ده انجلر ديسبرشن بين البلو والريد ايكوالايز في تو بريزمز، يبقى الاي واحد ان بلو واحد ماينس ان ريد واحد بيساوي اي اتنين ان بي اتنين ماينس ان ار اتنين. ده الانجلر ديسبرشن في الاتنين. طب الابكس في الاولاني كان في 6، حلو، والريفراكتيف اندكس للبلو وللريد اهو 1.68 ماينس 1.62. الابكس في الثاني كان كام؟ كان 9. في الان بي اللي هي كام؟ 1.65 ماينس الان ريد 2، دي اللي هو عايزها. اقدر اجيبها بقى خلاص شيفت سولف، اعمل لها اي حاجه تطلع معايا. ده كان اخر سؤال موجود معانا في الاسئله المتنوعه. فاضل لنا حل امتحان شامل بقى على المنهج كله. تعالوا بقى اولاد، لو احنا عندنا امتحان كامل بقى وعايزين نحله، هنا مثلا مديني كل دي ب 140، ماليش علاقه انا اخد دي بس 40، او منزل بالنورمال لاين، يبقى فاي واحد ال 90 ماينس ال 40 يدي 50. طب لو الفاي 50 يبقى هيحصل له ايه؟ ريفلكت بثيتا 1 وقيمتها 50. اللي هو عايزه، هو عايز اساسا الانجل اوف ايه؟ ريفلكشن، يبقى عايز ثيتا 1. اقول له يبقى اجابتها 50. تعال السؤال الثاني، هنا دي الاريا اهي، دي الاريا، بعدين زي ما قلت لك ودي الفيلوستي، بعد كده الدال سيكنس 3، ده دي سمول 3 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 بالمتر. بعد كده قال لي الفيسكوستي كوفيشنت، ده الكوفيشنت اوف فيسكوستي. ايه المطلوب؟ مطلوب الفورس. الفورس بتساوي الكوفيشنت اريا تايمز في ديفايدد باي دي. تعالى نحسبوها كده مع بعض بسرعه عشان نطلعوا الاجابه على طول. الاريا 0.0375 ماشي، تايمز الفيلوستي 0.2 تايمز الكوفيشنت اللي هي 0.25 ديفايدد باي دي اللي هي 3 تايمز 10 باور نيجاتيف كام؟ باور نيجاتيف 3. خلاص طلعت معايا 5 على 8 تاتا ديسيمال 0.625 نيوتن. اهي تمام. ناخد السؤال اللي بعده. هنا بيقول لي اللايت راي فولز ات انجل اوف انسيدنس فاي. تريانجل بريزم ده الابكس انجل، يبقى ده الايه؟ حلو. الايمج بيربنديكولار، لو خرج بيربنديكولار تو ذا اوبوزيت سايد يبقى فاي 2 ثيتا 2 ايكوال 0. طب والابكس بيساوي ثيتا 1 يساوي كام بقى؟ يساوي 35 ديجري. قال لي الريفراكتيف اندكس بتاعت الماتيريال بكام؟ 1.5. عايز الفاليو فاي، انا عندي الان بتساوي ساين فاي 1 على ساين ثيتا 1 اللي هي ثيتا 1 بقى دي اللي معانا، يبقى ساين فاي 1 دي عباره عن ايه؟ عباره عن ال 1.5 عامل كروس مالتيبليكيشن، يبقى ال 1.5 تايمز ساين 35
الرقم اللي يطلع لي ده هعمله شيفت ساين. شيفت ساين ايكوال، يبقى الانجل تطلع 60 59.36، مظبوطة بالظبط. يبقى دي فاي 1. هنا بقى ده جراف بين الويف لينث والايه والفيلوسيتي، بكتب الماثيماتيكال ريليشن ويف لينث فيلوسيتي ديفايدد باي فريكوانسي، بشيل اللي على الواي والاكس، يبقى السلوب 1 على الفريكوانسي اللي هو البريودك تايم. مين اللي عنده سلوب اعلى؟ ايه اعلى من بي؟ يبقى بريودك تايم ايه جريتر ذان بريودك تايم بي. بريودك تايم ايه اكبر من بريودك تايم بي؟ تعال نشوف كده، مفيش. يبقى فريكوانسي A less than فريكوانسي B. ده موجود؟ اه موجود اهو، اول واحد. اللي بعده light ray pass through slit of wet كذا، يبقى ده الدلتا واي. دلتا واي 1. ال diffraction resolution will better لو الويف لينث كانت كام؟ اه يبقى دي مش دلتا واي، دي هنا ده سايز اوف سلت، دي اقل حاجه. يبقى لازم الويف لينث اكبر من الرقم ده. الويف لينث اكبر من الرقم ده. طيب احنا نجيب دي هي بالمليمتر، نجيبها بالمتر، فتبقى 6 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 7. لازم يكون الويف لينث اكبر من الرقم ده. تعالى نشوفوها دي. دي 4 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 7. دي 4.5 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 7. دي 5.5 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 7. دي 6.5 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 7. لا 6.5 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 7. طيب مين اللي اكبر منه؟ هي دي الوحيده اللي اكبر منه، لان هو 6 بس. فيبقى ده لازم الويف لينث يكون اكبر من السايز ده عشان يدي مور ديفراكشن. تعال نشوف السؤال اللي بعد كده. ده لايت بيم فورس على سيرفيس ترانسبيرنت ماتيريال اوف ريفراكتيف اندكس كذا. الانجل بتوين الريفلكتد اند ريفراكتد راي ب 90. حلو، عايز الانجل اوف انسيدنس اوف لايت بيم بكام؟ تمام. يبقى الاول انا لايت بيم فولس على سيرفيس ترانسبيرنت ماتيريال اوف ريفراكتيف اندكس الان تحت ب 1.55. ماشي، ده الايه؟ ده الفاي. بعدين قال لي هنا الانجل بتوين الريفلكتد، اهو ده الريفلكتد ريفراكتد دي ب 90. حلو، دي فاي ودي فاي ودي ثيتا، يبقى الفاي بلس ثيتا ب 90. تمام، يبقى الان دي بقى بتساوي ايه؟ ساين فاي على ساين ثيتا اللي هي ساين 90 ماينس فاي اللي هي كوزاين. يبقى الان بتساوي تان ساين على كوزين تدي تان فاي، يبقى الفاي بيساوي شيفت تان ال 1.5. يبقى الفاي احنا عندنا بقى الفاي اللي هي عايزها دي نعمل لها ايه بقى؟ شيفت تان 1.55، فتطلع الإجابة 57. يبقى الإجابة 57. يبقى الاول ده. بعد كده مثلا سؤال زي كده بيقول لي ده سمبل هارمونيك موشن، فانا بدا من عند اكس لحد او. هو بيقول لي الديستنس من عند ان او لان ام، الام ال دول كلهم ايه؟ ايكوال. وعايز التايم، قال لي التايم انترفل بقى في كل واحده فيهم، في ان او تي 1 وهنا تي 2 وهنا تي 3. حلو، هو عايز بقى ايه الكوريكت؟ مين فيهم اللي كوريكت؟ ده التايم اللي خدته. انا هنا طبعا اعلى فيلوستي والديستنس واحده في كله اهو، الديستنس بتساوي فيلوستي تايمز تايم.
فانا الديستنس ثابته، يبقى الفيلوسيتي والتايم دول ايه؟ انفرس. فدي اعلى فيلوسيتي يبقى اقل تايم، يبقى تايم تي 3 اقل من تايم تي 2 اقل من تايم تي 1. يعني تي 1 اكبر حاجه، يبقى تي 1 اكبر من تي 2 اكبر من تي 3. هنا ده لو ريفراكتيف اندكس فروم ميديم ايه لتو ميديم بي 1 على روت 2 حال. ده الريلاتيف، الريلاتيف من ايه لبي، ان من ايه لبي بكام؟ 1 على روت ايه 2. الانجل اوف انسيدنس ذات ميك ذا ري ايمرج تو ذا اذر ميديم تانجنت تو ذا سيبريتنج سيرفيس بتوين ذم ايكوالز. يبقى هنا هتبقى 45 عشان الساين فاي كريتيكال، ساين فاي كريتيكال هتبقى 1 على ان، فتبقى 1 على ساين 45 تطلع فوق، تطلع 1 على روت 2 تبقى اهي. طب نرسمها احسن هنا اهو. ده الريلاتيف ريفراكتيف اندكس من A ل B، يعني بيساوي A على A، N B على N A، يعني N less على N denser. ما هو ده من A ل B يعني من denser ل less، بدليل انه عمل angle 90، فيبقى N B على N A، N less على N denser، N less على N denser ب 1 على root 2. يبقى في الحالة دي sin فاي كريتيكال بتساوي ايه؟ ان بي على ان ايه اللي هي بتساوي 1 على روت 2. اعمل شيفت ساين ل 1 على روت 2 تطلع الفاي كريتيكال ب 45، يبقى هي دي الانسيدنس. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي لو التمبريتشر بتاعه الفيسكس انكريزز، اقول له ايه بقى؟ لو الفيسكس انكريزز الريزيستنس مالها هتزيد، الريزيستنس هتزيد عشان هيبقى هاير فيسكوستي، يبقى دي انكريزز. طب الفلو ريت اوف ذا ليكويد، الفلو ريت اوف ذا ليكويد، طيب هنا لو التمبريتشر لو التمبريتشر اصلا الفلو ريت يعني الموشن بتاعها، ما هي بقت دلوقتي الفيسكس التمبريتشر زادت يبقى فيسكوستي قلت، يبقى الريزيستنس تقل، يبقى الريزيستنس تقل، فالريزيستنس لما تقل يبقى الفلو ريت بتاعها يزيد، يبقى الفلو ريت بتاعها يزيد وهي الريزيستنس تقل. فلو ريت هيزيد بتاع الليكويد والريزيستنس يقل عشان تبقى فيسكوستي اقل. ثم بريزم ده الابكس انجل بتاعتها، يبقى الاي بتساوي 10 حلو. ديفييت يلو راي هنا باي انجل اوف 5 ديجري، عايز الريفراكتيف اندكس اوف اتس ماتيريال فور ذا يلو لايت. طيب هو هنا دلوقتي ثم بريزم اوف ابكس انجل 10 ديفييت ذا يلو راي اللي سقط عليه باي انجل كذا، يبقى دي الديفيشن. عايز الان، الان بتساوي الان ايكوال الفا بلس اي ديفايد باي اي، الفا بلس اي ديفايد باي اي، الالفا ب 10، الالفا ب 5 بلس الاي ب 10 ديفايد 10، فتطلع 1.5، يبقى الان تطلع 1.5. ماشي يا ولاد، تعال ناخد بقى السؤال ده من الأسئلة طبعا السهلة. حالة ستيدي فلو ده مديني السبيد في 1 بتاعة التيوب وتملى تانك، ده الفوليوم بتاع التانك في 15 مينتس، وعايز الكروس سكشن اريا. فأنا أقول له كده احنا عندنا الاريا تايمز الفي، الاريا تايمز الفي يساوي الفوليوم ديفايدد باي تي، يبقى الاريا ايكوال الفوليوم الفوليوم ديفايدد فيلوسيتي في تايم. تعالى نحسبوها بقى، هنا الفوليوم بكام؟ ب 30،
ديفايدد الفيلوسيتي، الفيلوسيتي هنا بكام؟ 0.3 تايمز التايم 15 تايمز 60، لازم نحولها ايه؟ سكند، فتطلع الإجابة 1/9. 1/9 دي هتقاس دي تبقى 0.11 متر سكوير. هنا بقى السؤال ده بيقول لي في الشكل اللي قدامي ده البندلم بيتحرك في simple harmonic motion a ratio between the potential energy of the load at two position B ل C. هنا البوتنشال انرجي ماكسيمم، هنا البوتنشال انرجي ماكسيمم، عشان الكاينتيك في الاثنين بزيرو، فيبقى ريشيو بتوين البوتنشال انرجي في الاثنين 1 تو 1. اللي بعدها ده لايت راي فولس هاب بيربنديكولار على الترينجلر بريزم، طالما ساقط بيربنديكولار يبقى فاي 1 سيتا 1 ايكوال 0. الابيكس بيتساوي فاي 2، الابكس انجل ب 38 يبقى فاي 2 ب 38. قال لي خرج تانجنت، يبقى خرج تانجنت يبقى سيتا 2 90 فاي 2 فاي كريتيكال. عايز يبقى عايز ريفراكتيف اندكس، اقول له الان 1 على ساين فاي كريتيكال يعني 1 على ساين فاي 2 اللي هي 38، يبقى ساين 1 divided sin 38 هتطلع 1.62. السؤال اللي بعده بيقول لي light ray that has largest critical angle when it travel from water to air is. اللايت راي اللي يديني اكبر critical angle، critical angle directly مع الويف لينث، دايركتلي مع الويف لينث، فاللي عنده ويف لينث اعلى من دول هيبقى الكريتيكال انجل بتاعته ايه؟ اعلى، اللي هو ايه؟ اليالو. اليالو اليالو يبقى دي اول حاجه اليالو. طيب ليه؟ لان ريد اورنج يلو، يبقى صح، يبقى اليلو ده اكبر ويف لينث، فاكبر ويف لينث هو اعلى كريتيكال انجل. بصوا هنا ده جراف بتوين الديفيجن انجل والريفراكتيف اندكس. احنا هنا لو كتبنا كده الفا بتساوي اي ان ماينس اي، فبكنسل الالفا والان يبقى السلوب ايكوال اي، السلوب ايكوال اي. طيب السلوب ايكوال اي، وال وهنا اللي هيعمل انترسكشن في قيمه الابكس انجل يبقى الاي ايكوال 8. خلاص احنا عرفنا الاي ب 8. هو عايز يعرف الان بكام لما يبقى المينيمم انجل اوف ديفيجن ب 4، يبقى المينيمم انجل اوف ديفيجن بكام؟ ب 4. طيب انا بجيب الان بقى، انا عندي هنا الفا بتساوي ايه؟ ان ماينس 1، فالالفا ب 4 بتساوي ايه؟ اللي هي 8 ان ماينس 1، ف 4 على 8 بتدي هاف، يبقى تطلع الان بتساوي 1.5، يبقى الان هتطلع ب 1.5 اللي هي هتبقى قيمه اكس. طيب عايزين السؤال ده وين ليكويد فلو ستيدي، حاله ستيدي فلو، نشوف هنا بقى الفوليوم فلو ريت اند الماس فلو ريت از كوركت، الاثنين كونستانت، طالما حاجه ستيدي فلو يبقى الماس فلو ريت والفوليوم فلو ريت الاثنين كونستانت. السؤال ده دي فاي 1 ايكوال سيتا 1 ايكوال 0، طيب يبقى الابكس هي دي فاي 2 بتساوي 45. حلو، طيب هو بقى بيسألني بيقول لي ايه؟ بيقول لي لو البريزم ده immersed in liquid 1.33 حال، والكريتيكال انجل بتاعت البريزم 42، يعني الان فور بريزم، يعني الكريتيكال انجل دي اهو انت عندك ساين فاي كريتيكال بتساوي 1 على الان، فمن هنا هتجيب الان،
بتاعت الجلاس تطلع 1.5. تقوم تجيب ساين فاي كريتيكال بقى. ساين فاي كريتيكال بقى هتبقى ان لس على ان تنسر. ان لس بكام؟ 1.33 على كام؟ على 1.5. تطلع فاي كريتيكال دي 62. طب هنا الفاي ب 45 ودي كريتيكال بايه؟ 62. يبقى الفاي اصغر، يبقى هيحصل له ريفراكت اواي فروم نورمال لاين. 545 والكريتيكال 62. ان لس على ان دنسر اهي. ان لس هعمل شيفت ساين، شيفت ساين 1.33 على ال 1.5. طيب انا عندي بقى الفاي اصغر من الفاي كريتيكال اهي، فيقدر يتنقل من التنسر للليس بانجل بقى ايه؟ سيتا. اقدر اجيب بقى انا الايه؟ الانجل سيتا دي، ان انا ابدا اطبق بقى. انت عايز تجيب بقى قيمه سيتا دي، فتطبق هنا بقى ايه؟ سنيلز لو ان 1 وهنا ان 2. يبقى ان 1 ساين فاي سو ان 2 ساين سيتا. ان 2 ده اللي هو الايه؟ الليس تنسر اللي موجود فيه الليكود اللي هو 1.33. فاقول لنفسي كده ان 1 هو انت عايز تحصل له، هيحصل له ايه؟ هيحصل له ريفراكت اواي فروم نورمال لاين. يبقى اللايت ات بوينت بي ويل بي ريفراكت اواي فروم نورمال لاين. السؤال اللي بعده ده لايت ري فولس على ايكوالاتريال بريس ات اوف انجل اي 40. يبقى هو ده الاي ب 60 وفاي 1 ب 40. حلو. اند ريفراكت باريل تو بيز اوف ذا بريس. تمام. عايز يحسب بالايميرجنس ات انجل كام. تمام. نرسمها ده كده. اللايت ده 40، دي كام؟ ده 60. فهيحصل له ريفراكت بسيتا اهي. بعد كده قال لي ده باريل، فدي 60 تبقى دي كام؟ تبقى دي 60. تبقى دي كام؟ تبقى دي 30. يبقى سيتا ب 30. عايز ايه؟ عايز وهنا كمان دي 30، يبقى هيخرج ب 40. طالما دي 30 اتنين دول ايكوال، يبقى الاتنين اللي بره ايكوال. طالما الاتنين اللي جوه ايكوال، يبقى الاتنين اللي بره ايكوال. يبقى دي 40 ديجري. وطالما اتبرر كده يبقى دي الترنيت 60 و 60، فدي كلها ب 90. دي 60 تبقى السي تمام ب 30. بعد كده ده ثيم بريز من الابكس انجل بتاعته الاي ب 9. قال لي ريفراكتيف اندكس للبلو وللريد كذا. عايز الانجلر ديسبرشن تعويض مباشر. اخد الاي واعمل ان بلو اللي هي 1.72 ماينس 1.68، فتطلع 9 تايمز 0.04 فتديني 0.36. اللايت ري فولز نورمال تو وان اوف ذا فيس of equilateral prism. Second angle of incidence phi 2 equals. Light ray falls normal. يبقى phi 1 equals theta 1 equals 0. Equilateral A ب 60. والA دي بتساوي phi 2. عايز second angle of incidence يبقى phi 2 ب 60. تعال بقى نشوف المسائل اللي لسه هنا. تعال بقى نشوف مسائل السي. بيقول لي هنا the chance of occurrence of mirage phenomena increases by increase temperature of air. حدوث الميراج فينومينا بتاعت of mirage بتزيد by increase temperature of air. اقول له كده happy because
at temperature is inversely proportional to refractive index. So the light take place total internal reflection from denser to less dense. انت اصلا طبقات الاير كده كل ما التمبريتشر هنا بتبقى اعلى, تمبريتشر 1 اكبر من تمبريتشر 2 اكبر من تمبريتشر 3, مين انفرس معها؟ ريفراكتيف اندكس. يبقى ان 3 اقل, هنا التمبريتشر اعلى تمبريتشر, يبقى ده ان 3 ده الدنسر اكبر من ان 2 اكبر من ان 1, يبقى ده دنسر ده لس, ده دنسر ده لس. فاللايت يقدر تيك بليس يا توتال انترنال ريفليكشن عشان جاي من دنسر تو لس. هنا بقى ده vibrating body produces sound and make complete vibration every 4 milliseconds. يبقى هو اصلا بيعمل complete vibration, يبقى periodic time 4 milliseconds. The sound reach man at 136 from the body 0.4 seconds later after producing it. Calculate the distance between the centers of compression and successive rarefaction. طيب هو اصلا الفايبريتنج بودي بيعمل ساوند وكمبليت فايبريشن كل 4 ملي سكند. يبقى انا هنا جبت الفريكونسي بتاعته 1 على 4 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 3 فتطلع 250 هرتز. انت عايز تجيب الويف لينث يبقى لازم تجيب الفيلوسيتي. الفيلوسيتي بتساوي ديستانس على التايم, فالديستانس 136 على 0.4 يبقى 136 divided 0.4 فتطلع 340 متر بير سكند. اصبح ده الفيلوستي وده له ايه الفريكونسي. اجيب الويف لينث في على فريكونسي 340 على 250 يطلع divided 250 تطلع الاجابة 34 على 25.36. ده الويف لينث. هو عايز الديستانس بين سنتر كومبريشن وسكسيسيف ريفكشن, يعني عايز هاف ويف لينث. اول الديستانس اللي هو عايزها تساوي هاف الويف لينث, يبقى هاف تايمز ال 1.36 فتطلع الاجابه 0.68 meter. يبقى 0.68 meter. السؤال اللي بعده ده monochromatic light in young double slit experiment. لو distance between two slits اللي هي دي small اللي دي small والdistance between double slit والobservation screen 1 meter, اهي 1 meter بدل 100 centimeter. Distance between two successive rings of same kind 6 times 10 to the power negative 3. عايز يحسب الفريكونسي. اقول له اجيب الويف لينث الاول. الويف لينث دلتا واي في دي على ار. الدلتا واي بكام؟ 6 times 10 to the power negative 3 times الدي اللي هي 8
times 10 to the power negative 5 divided by ARP 1 دي تطلع 48 times 10 to the power negative 8 متر. ده الـ wavelength. عايز يحسب ايه بقى؟ هو عايز يحسب الـ frequency. اقول له C على wavelength. C بكام؟ 3 times 10 power 8 على الـ wavelength 48 times 10 to the power negative 8. تطلع الإجابة 6.25 times 10 power 14 هرتز. ده كان آخر سؤال كده عندنا في الامتحان. بص دي نوعية الأسئلة. ده انا جهزت امتحان شامل عشان انت ايه تبقى ايه معايا 20 تشوز والتلاتة المقالي. خلاص ده كده امتحان كامل للمنهج كله. احنا خدناه زي ما هو، بدأنا نحل، مسكنا الكالكليتر بدأت تشتغل معاك، بيبقى الدنيا سهلة جدا طول ما انت مركز في نوعية الاسئلة. ان شاء الله مراجعة بقى على كل الفايلات اللي احنا خدناها الاربع حصص، حضرتك تحل، والاسئلة اللي كانت في الهومورك تتفرج على الفيديوهات بتاعتها حتى ما تخلصهم، تخش تنام كده وتصحى تتوكل على الله. ان شاء الله بالتوفيق وترم سعيد عليكم، وان شاء الله نتقابل في الترم الجديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بالتوفيق ولادي حبايبي.